يقول: هل كفارة الحلف بالله ككفارة الحلف به على المصحف، علما بأني شاب حلفت على المصحف بالله أن أترك التدخين ولم أستطع فعدت إليه؟ الحلف على المصحف هذا غير مشروع، ما يجعل المصحف للحلف عليه، هذا من عادات الناس لا يحلف على المصحف. وإذا حلفت على ترك شيء ولم تتركه فإنه يجب عليك الكفارة. إذا حلفت على ترك الدخان ولم تتركه عدت إليه فأنت آثم في عودك إليه، لأنه معصية، وعليك كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. أما الحلف على المصحف، المصاحف لا تستعمل من أجل الحلف عليها، هذا يقولون من تغليظ اليمين، وليس من تغليظ اليمين الحلف على المصاحف، شيء لم يفعله السلف. نعم.